صوب الدراري الدريات كنتمنى تكونوا كاملين بخير. غبرت عرفت ما غبرت صراحه بزاف كنت كنلوح كونتنت ايريال مع الدراري القهوه وكذا، ولكن دابا غنرجعوا دابا للجيمينغ فيفا كذا راكم عارف. قول لي بعدا في الكومونتير كيجاكم الباك جراوند ديالي احسن حيط في العالم. درت واحد البوست انستغرام الدراري مع هذا الحيط الا بغيتو تشوفوه، درت واحد الريل كاع كنوريكم كيفاش قاديت هادشي كامل. الانستغرام ديالي هو هذا، دخلوا شوفوا. دونك رجعنا للفيفا، يعني شنو؟ رجعنا لمهنة لاعب. قبل ما نبداو خصني بزاف ديال لايك، خصني بزاف ديال كومونتير باش نتموتيفا ونكمل. صافي دابا قررت باش نرجع واحد الدقه وحده، الا كانوا لي لايك ولي كومونتير كثار غادي نزيد نتموتيفا اكثر باش نرجع دقه وحده، فهمتي؟ راك تما دير لايك. اوكي احنا رجعنا نشوفوا فين خليناها الترتيب. حنايا الرابعين عقلت كنا لعبنا ماتش واحد وتعادلنا، الماتش الاول ديال لا ليغا تعادلنا، والماتش الجاي عندنا ضد فالنسيا. بلاتي نشوفوا هاد الانشطه. قال لك اسيدي اقرا كتابا حول اسطوره في النادي. ويلي ضروري زعما اخر كتاب قريته هو اونتيغون في السيزيان، هذا يكون دابا هو الكتاب الجديد ديالي. سير على قرا. تم اكمال النشاط، نقاط المبدع 30، نقاط القلب النابض 10. ما عرفتش الدراري شنو كيعني هادشي، ولكن المهم النقاط عطينا النقاط. هاد الاستثمارات كما كنا قلنا ما عندناش فلوسهم، خليهم نرجعو لهم من بعد. اللعاب ديالي شعر صفر وانا شعري كحل، يعني الدراري خصنا نبدلو، خصنا نرجعو باك تو ذا بيسكس. ها هو الدراري نرجعو كحل فوالا صافي. دابا كيشبه لي دابا هاد اللعاب تقدروا تسميوه الواعي. اوكي بركه من اللعب دابا الدراري، غادي نافونسيو الماتش ديال فالنسيا. تعادلنا الماتش الاول ما بديناش مزيان، دابا خصنا ريكوبيري. واو فالنسيا شراو امرابط الدراري بلان، يعني غتكون مواجهه مغربيه في التيران. يلا الدراري لاعبين في تيرانهم في المس طايا، ولكن راكم عارفين حنا ما كنخافو من حتى شي واحد. شو 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 قلة الاحترام تيراها من تما، زعما حنا راه ماشي رجال. زوينة هاني معاك، روح ليا سير غريزمان تقب. لا سير انت اون دو ويلي 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 دراري واش شتي الكرة كيفاش كدور ولا ما شتوش؟ لاعبين مزيان خصنا نماركيو. سير سلمان دخل يلا شي واحد يضرب الراس بالراس. والدراري بزاف هذا داك النوع ديال الماتشات اللي مقاوين نسقلو. زوينه الدراري دابا انا وليت كنشك في السحور، وليت كنشك بلاد خوتنا دايرين السحور. يلا الدراري يلا بحال هكا ضربه رجع لي انا اول الموتور ديال الفرقه. قال لك وراه كيدوزو من عندي. ناكس سير اخويا غريزمان دخل يلا هكا تيري تيري. انت علاش كتباصي؟ علاش كت بدا نبكي. سير اخويا انت زوينه الدراري اللي زقلتو هادي غنكعا صافي فريمون كنت غنكعا اللي زقلو هادي حيت شرب بزاف. وات كيفاش الدراري ضربتو من خلا بين النامر هادي 23 متر كره بصح 112 كيلومتر في الساعه وسقت ما عنده ما يجبد فيها سالينا. ما نكذبش عليكم انا راه تيريت زعما قلت انا نجرب حدي وصافي الساعه استقش من السقه. سير اخويا كراسك دخل عطيه يطمع. نايس ليتس جو 3-0 في ميطا هادو غيعمروا هادو. ما بغيناهمش يماركيو علينا، بغينا نبقاو كلين شيت الصراحه ما تخليهمش يماركيو. اخوتنا مشلين مساكن ما فيدهمش. لعب معايا نايس يلا غريزمان انا نسقيك سير هاي عندك عندك نايس طريح. ويلي دخلت هاك ماركي ويلي 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 دخلت ما عرفتش كيفاش دخلت، سحبني انا الكره مشات ليا. لا ويلي انا وغريزمان 10 قدام الدراري بلا ما نقول لكم. هاك انت سير ويلي 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 الدراري راه برايم بارسا واخا ما نلعبش انا مزيان صحابي كيلعبوا مزيان. الدراري 5-0 بركه عليهم دقيقه 73 نقول للمدرب يخرجني اخويا نولي ورا بحينهم شي 26-0 ولا شي لعيب. نشوف شكون يدخل بلاصتي. يورينتي شو يورينتي مسكين ولا كيجلس بلاصتي. سير الماتش بسل واحد مزيان. اوكي دابا ملي لعبت مزيان الماتش اللي فات قال لك اداء عالي المستوى، علق على ادائك في المباراه الاخيره. اها خصني نختار واش نواصل العمل بجد ولا نمدح صحابي في الفرقه ولا نشجع راسي. شنو نختار انا؟ صراحه نختار واصل العمل بجد، فهمتي؟ ما نهضر لا على راسي لا على صحابي، غنبقاي خدام انا فهمتي بحال الماكينه مكاين الخدمه. فوالا عطاونا نقاط المبدع اللي ما عرفناش شنو هما. قولوا لي الدراري في الكومنتات شنو هما نقاط المبدع نقاط المتفرد اللي ما عرفناش شنو هو التخربيق. اوكي عندنا دوك نقاط المهاره الدراري عندنا منهم 9، غنشوفوا فاش خصني نطور اللعاب ديالي. انا كنقول
التير صراحة باقي كنركز على التير الدراري حيت بغيت كيما قلت لكم بغينا نولي فورلان غنزيد تف الدريبل باش نكون عاوتاني خفيف ما نكونش غير كنتيري مزيان صافي سالاو دابا غندوزو للماتش اللي مورا عندنا واقيلا فيا ريال ياك فيا ريال الدراري فيا ريال ما تحقروهمش فيا ريال راهي البارح ربحوا الريال في الريال لايف زعما ماشي فيف لاعبين في تيراننا دونك نورمالمون الماتش خصو يكون ساهل خصنا نربحو بلاش راه يلاه بدا الماتش ما تزربوش علينا بحال هكا لا 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 ولا اوبلاك نسيت انا باللي عندنا اوبلاك احسن غارديان ويلي ويلي زوينه غريزمان لا مارتش قب نايس فرقتي الدريك تلعب مزيان ما كنحتاجش انا ندير شي حاجه خارقه باش نماركي وغير صحابي كيلعبوا بيناتهم وكيماركي زوينه باش جايه باش دايره هاك نو كنت ماركات هادي لاعبين ما طيحش ناري الدراري هادو غيماركيو غيبقى حتى غيماركيو يا ربي السلامه يا ربي السلامه يا رب خويا اوبلاك ناري اوبلاك اوم دي ماتش ضرب جوج الوجوه فلقتو الدراري شتو بقى شاد وجهو سالات ما يطرب حين بواحد ولكن الماتش راه صعيب في رياض راه ماشي بحال فالونسيا راه شادين معاه لا 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 دراري اوبلاك الدراري ما يمكنش اوبلاك فينومين الدراري رجع ليا يلا سليمان تقب ما عرفتش علاش تيريت بالكوشيه وانا اليمني هو بنادم تيري باليمنيه علاش ما تعطيش لصاحبك يطمع يلا شي واحد يضرب بالراس والو ما عندناش سي عندنا كاراسكو الدراري كيضرب بالراس ليتس جو جوج صغير لا 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 اوبلاك الصراحه ما يقدش عليها اوبلاك لعب معايا نايس سير هاك عندك ديالك انا ما بغيتيش غير الا ما بغيتيش تمارك اجي عندك انا اللي حط لك باس شو كيحتفل بوحدو الاناني الاخر شو دير فاز مع واعر انا اللي عطيتك باس كنا خليناه يطيح على دارو اوكي جي جي الدراري لبحنا بثلاثة لواحد الماتش كان صعيب في الاول ولكن في الاخر زمطناهم كنت باغي نماركي الصراحه ولكن ما ماركيتش ولكن المهم ديت اون دي ماتش هذه هي المهم في كلشي نشوفوا البلان ديال الترتيب وكذا اوه حنا الاولين نايس سيفيا الثانيين بيلباو الثالثين الريال هما الرابعين فين هي البارسا هما 13 مساكن المهم ما نتشفوش في البارسا الدراري نفوكسيو على راسنا نشوفوا الماتش الجاي عندنا من كاين بقى ديك 10 د السوايع على الانتقالات شوش دار ولاد الحرام شراو غولوفين كيلعب في نفس البوست ديالي زايبينو زعما باش فهمتي يدير ليا المنافسه وكذا ما كاينش داكشي اوكي الماتش الجاي عندنا ضد سيلتا فيغو زعما يستاهل ونلعب ضدهم ولا لا سيلتا فيغو هما العاشرين فوندين مساكن انا كنقول غادي نسكيب هذا الماتش فهمتي غادي نربحوهم ايز نايس ربحناهم ماشي ايزي ولكن المهم ربحناهم واو سينيماتيك جديد اول مره نشوف هادشي العز قال لي عمل جيد يس سي بغا يهضر معايا بغاو يهضروا معايا الصحافه ويلي البلبله الدراري انا وسيميونا يهضروا معايا الصحافه ناري شو الكاميرات الميكروات كلشي محطوط عليا الشهره صافي حياه سوبر ستار تشامبيونز ليغ الدراري لي زيفيرمون ما كيحبسوش ها الصحافه ها الرباح ها التشامبيونز ليغ البلباله اوكي اول ماتش في التشامبيونز ليغ عندنا الدراري ضد بورتو نشوفوا المجموعه ديالنا شكون فيها ليفركوزن كلوب بروج بورتو المجموعه ديالنا كتبان سهله الصراحه انا كنقول غندوزو حنا الاولين بورتو وليفركوزن غيتنافسوا على شكون غيجي فيهم الثاني وكلوب بروج مساكن غيكونوا مفوندين هما الاخرين هذا هو التوقع ديالي الاوبجيكتيف ديالي في هذا الماتش الدراري هو نربحو ونماركي انا هادشي علاش نفوكس اوكي لاعبين في تيرانهم الجمهور ديالهم محيح زعما خلعونا الدراري توني الليموني زوين بزاف عجبني بغيت شي واحد بحال هذا خصني ناخذ نايس عطيني اوكي سمح لي حيت قلت لك عطيني كان خصك تيري وتماركي غير انا طماع بغيت نماركي انا ناري غيتيري يا ربي السلامه اورجو لا حكم ماشي اورجو حكم حكامه انا كنقول لها حكم هز ليا زوينه يلا سلمان يلا شوف الديفونسور ولا راموس مشات لك قالا لا يلا حيدوا ليه اوبلاك عافاك نايس اوبلاك واخا رابحين راه غفلناهم بهذاك البيت هما راه لاعبين حسن منا بزاف خدنا حال فيني ماركي والدراري شوف راه كيديروا جربوا جميع الوسائل اوه هذه كانت صعيبه هذه جبدها اوبلاك بزز يلا سلمان هذه الفرصه ديالك تقب بالجد شو كيضرب جاب شويه الدري حنين زوين تضرب بالجد وكل راجل
يلا فرصه ديالي فرصه ديالي فرصه ديالي عطيني بيبي عافاك خليني الماركي خصني نباسي ما نقدرش نماركي صافي صافي حتى اسيس مزيان اسيس باش فهمتي نضمنوا الرباح صراحه كنت نقدر نماركيها بشي طريقه ولكن انا اللعاب كنفكر الفرقه ما كنفكرش الراس او بلاك خصو يكون اون دي ماتش صراحه الا زعما عطاو اون دي ماتش شي واحد اخر شو عطاوها ليا انا ما درتش والو كاع اوكي بدينا الشامبيونز ليغ الدراري بوين غنرجعوا دابا الليغا شكون هي الفرقه فالادوليد بدلوا اللوغو بونس هاد الماتش اللي لعبوه في الفيديو الجاي غنمشي نشوف داك البلان ديال الانشطه كنت شفت باللي تقدر دير استثمارات شي لعيبه بحال هكا ديزانفيستيسمون بلاش نشوفوا التسوق هي الاولى انا دابا عندي 102000 دولار يعني اي حاجه هنايا نقدر نشريها الحاجه اللي تمنيتها انا نقدر نشريها عندي فلوس وظيف مساعد ما غاديش نحتاجو الصراحه وظيف مدرب اللغات ما غاديش نحتاج مدرب اللغات اصلا كنضرب سبلوني مزيان مشتونيش قبيله كيفاش كنت كنهضر مع الصحافه وظيف مدرب شخصي هذه نقدر ندخل عليها الصراحه المدرب شخصي يخصني ندخل عليه 44000 دولار ولكن هاني وهادي زوينه قم بشراء دراجه متطوره بلاص من بدا نمشي لونطريمون في الطوموبيل نمشي في بيكالا ونتريني في نفس الوقت انا في الطريق وكنتريني على لي مولي وكذا ناري والله الا شوف عقليه ديال لاعب محترف الدراري دخل على بيكالا صافي دابا ضرباتنا الحسقات الدراري مابقاش عندنا فلوس باش نديرو شي انفستيسمون دونك الفيديو الجاي صافي الفيديو الجاي ما غنخسر حتى شي ريال نبقى غير نجمع وفي الاخر ضروري خصنا ندخلوا على شي انفستيسمون في هادو سويا هادشي كيف هاد الفيديو الدراري كنتمنى يكون عجبكم كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي يكون نهار السبت هاد الفيديو تاع نهار الاربعاء الفيديو الجاي نهار السبت الفيديو الجاي نهار الاثنين ومقادمين له فيديو اثنين الاربعاء السبت اثنين الاربعاء السبت وحنا غادي باش نقدر نكمل بهاد الريتم وما نحبسش الفيديوهات غادي نحتاج السبور ديالكم الدراري باش علاش الا بغيتي دير لايك ديرها الا بغيتي تكومونتي كومونتي بغيتي تجي على الانستغرام تقول لي شي حاجه تلقى في الديسكريبشن اند يا درت بزاف واقعا نتلاقاو في الفيديو الجاي سلام